الحمد لله رب العالمين القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي سبحانك. رمضان أقبل ضيفنا الرحب الرباني، واملأ بهذا النور كل مكان. رمضان يا خير الشهور تحية مزدانة بالفل والريحان، والصلاة والسلام على الحبيب النذير، صلوات ربي وتسليمه عليك سيدي يا رسول الله. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فليس يضير إن غضب الأنام. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه البلدة الطيبة أهلها، وفي هذه الليلة القرآنية والتي أقامتها العائلة الكريمة تكريما للوالد الكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج يحيى السيد راغب زاهر، والد المهندس السيد يحيى زاهر، والأستاذ طارق يحيى زاهر، وشقيق الحاج طارق زاهر، والأستاذ عبد المعطي زاهر، والمهندس صلاح زاهر، والأستاذ أيمن زاهر، والذي عاش في معية الله تبارك وتعالى إلى أن فاضت الروح إلى بارئها في هذه الأيام المباركات. أسأل ربي جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، إنك على ما تشاء قدير. أيها الأحبة الكرام، صعد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، فحينما صعد على الدرجة الأولى قال آمين، وحينما صعد على الدرجة الثانية قال آمين، وحينما صعد على الدرجة الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة الكرام من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم آمين. حينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، حينما صعدت على الدرجة الأولى والثانية والثالثة قلت آمين، ما السر في ذلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: حينما صعدت على الدرجة الأولى جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وحينما صعدت على الدرجة الثانية جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. وحينما صعدت على الدرجة الثالثة جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يخرج مغفور الذنوب، قلت آمين. فقل آمين. صلوات ربي وتسليمه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. أيها الأحبة الكرام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم.
مع ذلكم العلم القرآني صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز، والذي أمتعنا أول أمس على القناة الأولى والفضائية المصرية في قرآن الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أدعو الله أن يفتح عليه فتوح العارفين، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتي عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل
عليه القول. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها سبق عليه القول إلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها
ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم حاكمين. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح ونادى نوح ربه فقال رب إن بني الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فلا تسألني ما ليس لك به علم
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال رب إني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. قال أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام يا رب. قيل يا نوح اهبط بسلام
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. فاصبر إن للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا، قال إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي بمؤمنين
نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء واشهد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما إن ربي على صراط مستقيم
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك استمعنا واستمتعنا إلى دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أيها الأحبة الكرام نقلت هذه التلاوة على الهندسة الصوتية العالمية ومخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والإضاءة والإنارة ومحطات ديزل عالمية أولاد أبو شحاتة إدارة الأستاذ عمرو فوزي أبو شحاتة والأستاذ إسماعيل أبو شحاتة المقيمان بإخطاب بمركز ومدينة أجا الكاميرا الحديثة المتنقلة على مستوى الجمهورية إدارة الدولي المهندس محمد عادل الشحات والمتألق أحمد الجعبري والشكر موصول لصاحب الوجه في كل مكان سيادة المستشار حمادة أبو شحاتة وتتقدم العائلة الكريمة بالشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك في تقديم واجب العزاء شكر الله عزاءكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وإنا لله وإنا إليه راجعون.